بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى للشهادات المهنية عن أهم المؤشرات اللي هي بتستخدم في تقييم الأسهم. فعندنا هنا حسب الترتيب المؤشر الأولاني اللي هو مضاعف ربحية السهم، المؤشر الثاني العائد على الاستثمار في السهم، المؤشر الثالث ربح السهم الواحد، عندي بعد كده نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، معدل السعر على النمو، نسبة القيمة السوقية إلى التدفق النقدي، السعر العادل للسهم، والقيمة الاقتصادية المضافة. هنبتدي والقيمة طبعا السوقية المضافة. هنبتدي بأول مؤشر عندي اللي هو مضاعف ربحية السهم. مضاعف ربحية السهم ده عبارة عن الربح بتاع السهم مقسوم السعر بتاع السهم مقسوم على ربح السهم. الغرض من المؤشر ده إن أنا أشوف السهم ده غالي ولا رخيص، وبالتالي أقدر أحدد إذا كنت أقدر أشتريه ولا لأ. يعني أنا مثلا لو جيت قلت لك معدل السعر على الربح لإحدى الشركات 15 مرة، تفهم كده إيه؟ إن السعر مقسوم على الربح بيساوي 15 مرة. الـ15 دي أنا ممكن أتخيل إن في واحد تحتيها، يبقى أنا عندي الـ15 اللي فوق بتشير للسعر والواحد ده بيشير للربح. معناه إيه؟ إن كل ما الشركة بتوزع جنيه ربح بدفع أنا مقابل جنيه الربح ده 15 جنيه. طب لو شركة تانية معدل السعر على الربح بتاعها 10 مرات، يبقى معناها إن أنا عندي معدل السعر على الربح 10/1. كل جنيه ربح بتوزعه الشركة بدفع قصاده 10 جنيه. لو اخترت ما بين الشركة الأولى والشركة التانية، المفروض طبعا إن أنا بختار الشركة التانية، لأن أنا كمستثمر يهمني أدفع مبلغ أقل في كل جنيه من الأرباح. المؤشر ده بيستخدم على نطاق واسع جدا في البورصات، وبيقدر المستثمر من خلاله يحدد الشركات اللي هي عملتها قوية بس بتتداول بأقل بكتير من عملتها من سعرها الحقيقي. بيقدر يعرف الشركات اللي في مغالاة في السعر السوقي بتاعها، وبالتالي بنقدر ان احنا نعمل تقييم جيد لهذه الاسهم. بتحسب ازاي المضاعف الربحية ده؟ قلنا زي ما قلنا قبل كده عبارة عن القيمة السوقية للسهم مقسومة على حصة من صافي الربح. في بعض المحللين ابتدوا يحطوا نسب لتفسير الأرقام، بس الحقيقة يعني هو بصفة عامة كل ما كان هذا المؤشر قليل كل ما ده بيديني فكرة عن إن السهم ده جيد. يعني لو عندي شركتين، واحدة معدل السعر على الربح بتاعها 5 مرات، واحدة معدل السعر على الربح بتاعها مثلا 8 مرات، مفروض إن الشركة الأولانية هي الأفضل من الشركة التانية. في بعض الدراسات طلعت النتائج اللي قدامنا دي، ممكن النتائج دي ان احنا نستند اليها في تقييم هذه الاسهم. طبعا النسبة دي فيها مجموعة من العيوب، ان هي اولا ما بتاخدش في الاعتبار النمو المتوقع في ارباح الشركة. يعني احنا ما ذكرناش خالص في المؤشر ده او المعادلة دي اي معلومة عن النمو بتاع الارباح. كمان بتتأثر بالارباح غير المتكررة، يعني ممكن شركة تبيع قطعة ارض وبالتالي الارباح بتاعتها تتضخم فجأة، فبالتالي بيأثر على طريقة حساب المؤشر. لا تصلح هذه النسبة بالنسبة للشركات اللي هي طبعا حققت خسائر. في عندي مثال بسيط جدا بيقول إن شركة عملت صافي ربح 15 مليون جنيه، والشركة دي عندها 30 مليون سهم.
يبقى إذا أنا لما أقسم الأرباح على عدد الأسهم هيطلع نصيب السهم من الأرباح 0.5 جنيه. آخر سعر للسهم بتاع الشركة دي 5 جنيه، ومضاعف ربحية السهم 10 مرات. في الحالة دي جت منين ال10 مرات؟ أنا عندي هنا سعر السهم 5 جنيه وربح السهم الواحد 0.5 جنيه. لما أقسم السعر على الربح السهم الواحد هيطلع هنا المضاعف كم مرة؟ 10 مرات. ال10 مرات دي معناه ايه؟ معناه ان كل جنيه من الارباح لو الشركة هتوزع جنيه واحد ربح، هبقى انا في الحالة دي هدفع قصاده في شراء سعر هذا السهم هدفع قصاده 10 جنيه. او لو افترضنا ان الشركة كل سنة بتوزع جنيه بس ربح، يبقى انا المفروض استنى 10 سنين علشان أقدر أسترد المبلغ اللي أنا دفعته. هنشوف نسبة تانية اللي هي بنسميها العائد على الاستثمار في الأسهم. لما أجي أحدد المعدل العائد على الاستثمار في الأسهم، نخلي بالنا إن العائد اللي بيجيلي من السهم بيجي من مصدرين. المصدر الأولاني هو الربح الرأسمالي. يعني إيه الربح الرأسمالي؟ أنا مثلا اشتريت السهم في بداية السنة ب100 جنيه، وعلى آخر السنة السهم بقى تمنه 120 جنيه. يبقى إذا لما بيعه ب120 وأنا شارياه ب100، يبقى فيه ربح رأس مالي 20 جنيه، بالإضافة إلى الربح اللي هتدوني الشركة اللي هي الأرباح الموزعة آخر السنة. لو أنا جمعت الأرقام دي هيديني الربح، بس أنا مش عايزة العائد، أنا عايزة معدل العائد. يبقى إذا الرقم ده اللي بيطلع لازم أنسبه لمقام. المقام المناسب في الحالة دي هو السعر اللي أنا اشتريت بيه السهم في بداية الفترة اللي هي 100 جنيه. الجزء الأولاني من المعادلة بيمثل الربح الموزع، والجزء الثاني بيمثل الربح أو الخسائر الرأسمالية. طبعا أنا بشوف بجمع العائد الأولاني على العائد الثاني وأحسبه، وبفترض دايما إن العائد ده اتحسب على مدار سنة واحدة، يعني ده بالنسبة لي بيمثل عائد سنة. دي برضو من ضمن المؤشرات المهمة اللي مفروض المستثمر بيستعملها في السوق. المؤشر الثالث اللي هو بنسميه ربح السهم الواحد. هنا أنا بقسم الربح على السعر. خلي بالك في المؤشر الأولاني كنت بقسم السعر على الربح، لأ هنا هقسم الربح على السعر. والربح ده هو العائد النقدي اللي بياخده المستثمر من الشركة. والمفروض طبعا إن المستثمرين بيهمهم إنهم يحصلوا على أعلى نسبة من الأرباح. أي مستثمر لما بيجي يشوف الربح بتاعه ويحسب النسبة دي، طبيعي جدا إن هو يقارنها بسعر الفايدة المصرفي على الودائع. يعني أنا مثلا لو حسبت ربح السهم الواحد طلع 10%، ولقيت الفايدة على الودائع 15%، ومع الفارق إن العائد اللي أنا باخده من الشركة ده لازم أخلي بالي إن فيه مخاطر وفيه تضخم وهكذا. يبقى في الحالة دي أنا بقدر أشوف إذا كنت الشركة دي هبصلها بطريقة إيجابية أو هبصلها بطريقة سلبية. برضو نخلي بالنا إن في بعض المستثمرين ما بيبصوش بإيجابية للشركات اللي بتوزع توزيعات كتيرة، لأن ده معناه ببساطة إن طالما الشركة بتوزع توزيعات كتيرة فده معناه إن هي أساساً ما عندهاش خطة الاستثمار أو للتوسع، وإنها عندها سيولة عايزة تتخلص منها، فدي ما بتبقى نظرة بتولد نظرة سلبية عند الأسهم. برضو من النسب المهمة جدا اللي هي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية. القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، طبعا القيمة السوقية اللي هي قيمة السهم في السوق، والقيمة الدفترية عبارة عن الأموال المملوكة مقسومة على عدد الأسهم. المفروض هنا
إن لما بقارن سعر السهم في السوق اللي هو بيبين نظرة المستثمر في السوق لهذا السهم، أقارنه بقيمته الدفترية. لو الاتنين قد بعض ده بيعبر عن أداء عادي للإدارة. أقدر أقولك يعني مثلا لو القيمة السوقية 100 جنيه والقيمة الدفترية 100 جنيه، فبقول إن السهم ده الشركة دي أداءها أداء عادي. لكن لو القيمة السوقية 150 جنيه والقيمة الدفترية 100 جنيه، فبقول لا الشركة دي أداءها عالي، لأن نظرة المستثمرين للشركة أكبر من قيمتها في الدفاتر. وطبعا العكس، لو القيمة الدفترية هي اللي أكبر من القيمة السوقية، يبقى معنى كده إن المستثمرين بيشوفوا إن الشركة دي لا تبشر بالخير، بدليل إن سعر السهم في السوق أقل من القيمة الدفترية. طيب برضو النسبة دي ليها أهمية، إنها بتبين إذا كان في مغالاة في تقييم أصول الشركة. يعني هل الشركة دي مقيمة أصولها بأكتر من اللازم أو بأقل من اللازم. ونخلي بالنا كمان إن أنا من خلال هذه النسبة بقدر أعرف الشركة دي لما تصفي الأصول بتاعتها هتقدر تسدد الالتزامات اللي عليها ولا لأ. النسبة دي اللي بعديها اللي هي القيمة السوقية للسهم، زي ما قلنا بقسمها على القيمة الدفترية. من المشاكل اللي بتؤخذ على هذه النسبة إن هي ما بتبينش العائد المحقق، بمجرد بس أخد السعر في السوق وأقسمه على قيمته في الدفاتر، طبعا سعر السهم. القيمة الدفترية زي ما احنا عارفين بتبين قيمة السهم في تاريخ معين بالذات اللي هو في الدفاتر، فدي بتبقى بعيدة عن القيمة الفعلية للأصول. برضو بيقول ان هي ملهاش اي مدلول قوي اذا قورنت بنفس النسبة في الشركات اللي هي بتشتغل في نفس القطاع. لو خدنا مثلا مثال للشركة ألف، عندي صافي حقوق الملكية اللي هي الأموال المملوكة 75 مليون، وعدد الأسهم 30 مليون. يبقى أنا لو قسمت قيمة حقوق الملكية بقسم 75 على 30، ده هيديني إيه؟ هيديني القيمة الدفترية للسهم الواحد. السعر الإغلاق اللي هو بيعبر عن القيمة السوقية للشركة 5 جنيه. وبالطريقة دي هتكون نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية هتبقى 2 مرة. يعني معنى كده كل جنيه في أصول الشركة بعد سداد الالتزامات المستثمر مستعد يدفع فيه 2 جنيه. طبعا هنا القيمة السوقية أكبر من القيمة الدفترية. طيب معدل تاني مهم جدا من وجهة نظري اللي هو معدل السعر على النمو. معدل السعر على النمو، في بعض المستثمرين بيدوروا على الأسهم اللي هي قيمتها كبيرة وبتتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، وفي مستثمرين بيدوروا على أسهم النمو اللي هي بتنمو بمعدل عالي. هنا بقى أنا عندي مستثمر طماع، هو عايز الاتنين، عايز السهم ينمو بسعر عالي بمعدل قصدي عالي، وفي نفس الوقت يشتريه بسعر رخيص. فعشان كده عملنا له مؤشر اسمه معدل السعر على الربح. أفضل طريقة لشرح هذا المؤشر ممكن نشرحه من خلال المثال التالي. عندي هنا اتنقلنا للمثال بيوضح أكتر. لو افترضنا مثلا ان في شركتين، شركة الاتحاد وشركة العربي، معدل السعر على الربح لشركة الاتحاد 19 مرة وشركة العربي 11 مرة. معدل النمو الأرباح في شركة الاتحاد 30% وشركة العربي 20%. معدل السعر على النمو بتحسب ازاي؟ قسمت المؤشر الأولاني اللي هو 19 على 30 اداني 63%، والتاني
قسمت 11 على 20 اداني 55 من 100. لو انا بصيت للجدول ده، لو انا بختار من بين الشركتين دول على اساس معدل السعر على الربح، بالتأكيد هختار شركة العربي، لان المعدل هنا اقل. 11 مرة معناها ان كل جنيه من الارباح بدفع فيه 11 جنيه. لكن لو هختار من بين الشركتين على اساس معدل نمو الارباح، يبقى في الحالة دي هختار شركة الاتحاد. طب انا عايز اختار على اساس المعيارين مع بعض، ففي الحالة دي هبص الرقم شركة الاتحاد هلاقيه 63 من 100، وشركة العربي 55 من 100. ليه قلنا ان شركة العربي في الحالة دي هي افضل من شركة الاتحاد؟ لو تخيلنا 55 من 100 دي تحتيها 1، يبقى اذا 55 من 100 دي هفسرها ازاي؟ هقول كل وحدة نمو بدفع مقابلها 55 من 100 وحدة سعر، يعني كل وحدة نمو بدفع قصادها 55 من 100 وحدة سعر، في حين شركة الاتحاد قصاد كل وحدة نمو بدفع قصادها 63 من 100. يبقى في الحالة دي أنا لما أختار شركة العربي، يبقى أنا كده قدرت أوفي رغبة المستثمر اللي هو بيدور على استثمار النمو بتاعه عالي، وفي نفس الوقت هو عايز يشتريه بسعر رخيص. فإذا معدل السعر على الربح من وجهة نظر المستثمرين هو أفضل مؤشر، أفضل من مضاعف ربحية، وأفضل من أي مؤشرات تانية، لأنه بيجمع ما بين حاجتين، ما بين السعر وما بين النمو.